اليوم معنا أحد أفضل وأقوى الهواتف الذكية الموجهة خصيصاً لعشاق الألعاب، إنه ريد ماجيك 80 برو القادم من شركة نوبيا. فدعونا نتعرف على ما يقدمه هذا الهاتف من سحر، هل سيكون على مستوى تطلعاتنا أم لا؟ أولاً التصميم. يأتي ريد ماجيك 80 برو بخطوط تصميمية تميزه عن أي ممن سبقوه من عائلة ريد ماجيك. فالهاتف يأتي بزوايا حادة مع حواف مسطحة تماماً، واستخدمت نوبيا معدن الألومنيوم المطور والمستخدم في صناعة الطائرات في إطار الهاتف لإضفاء لمسة قوية شديدة للهاتف في تحمل الخبطات، مع استخدام الزجاج في ظهر الهاتف للحفاظ على رونق الهاتف كونه هاتفاً رائداً. أبعاد الهاتف كبيرة إلى حد ما، فنجد أن طول الهاتف 16.4 سنتيمتر وعرضه 7.64 سنتيمتر وسمكه 8.9 مليمتر وزنه 228 جراما، مما يجعله صعب التعامل معه بيد واحدة وخصوصا مع زوايا الهاتف الحادة، بالإضافة إلى أنه يعد ثقيل الوزن إلى حد ما، ولكنه يعد مثاليا للتعامل معه باعتباره هاتف ألعاب في المقام الأول. على يمين الهاتف نجد من أعلى وأسفل أزرار لمسية يمكن تخصيصها في الألعاب. في المنتصف نجد زر الطاقة يعلوه مخرج التبريد الخاص بالمروحة الموجودة داخل الهاتف. كما نجد هناك منفذا لمايك المكالمات الإضافي للمساعدة على تقديم نقاء صوتي أعلى في أثناء اللعب. على الجانب الأيسر نجد زر التحكم في الصوت يعلوه مخرج تبريد آخر. من أسفل نجد منفذ الشحن تايب سي مع منفذ السماعات الخارجية ومنفذ شرائح الاتصال الذي يدعم تركيب شريحتي اتصال فقط ولا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي. من أعلى نجد منفذا آخر للسماعات الخارجية ومايك إضافي لعزل الضوضاء ومنفذ 3.5 مليمتر الخاص بسماعة الأذن. من الأمام نجد أن الشاشة تأتي بحواف صغيرة وتمثل 93.7% من إجمالي مساحة واجهة الهاتف، مدمج بها من أسفل مستشعر البصمة، ومن أعلى لا نجد ثقب الكاميرا الأمامية حيث إنها تأتي مخفية أسفل الشاشة. من الخلف نجد أن نوبيا استخدمت تقنية غلاء مط مميزة وطاردة للبصمات، ونجد أن الكاميرات الخلفية تظهر كما لو كانت محفورة في ظهر الهاتف دون إطار في النسخة ذات الطلاء المط. أما النسخة الشفافة فنجد أن الكاميرات مبنية على إطار صغير. مجمل بروز الكاميرات والإطار صغير، كما نرى تفاصيل مكونات الهاتف الداخلية إلى جانب مروحة التبريد التي تتميز بها هواتف ريد ماجيك. مجمل التصميم عصري وأنيق وشبابي، ويدفع الحماسة إلى أقصى الحدود في أثناء استخدامه، خاصة في أثناء ممارسة الألعاب. ثانيا الشاشة والصوت. شاشة ريد ماجيك 80 برو تأتي من نوع سوبر أموليد بمقاس 6.8 إنش بجودة فول اتش دي بلس ودقة 1116 في 2480 مع معدل كثافة بيكسلات 400 بيكسل لكل إنش، تدعم أبعاد العرض 20:9 مع معدل سطوع يصل إلى 1300 شمعة في ضوء النهار المباشر. وفرت لنا راحة كبيرة في استخدام الهاتف أثناء النهار، وبالطبع فإنها تدعم معدل التحديث 120 هرتز، وما كان مفاجئا لنا حيث كنا ننتظرها 165 هرتز. تجربتنا في مشاهدة المحتوى الترفيهي أو ممارسة الألعاب كانت ممتعة، حيث كانت الشاشة مشبعة بالألوان نظرا لقدرتها على عرض 16 مليون لون، وتأتي بطبقة حماية كورنينج غوريلا جلاس الجيل الخامس. بالنسبة للصوتيات فإن الهاتف يدعم تقنية صوت الستيريو ودولبي أتموس إلى جانب تقنية DTS:X ألترا لتخليق تأثير صوت محيطي من خلال السماعات لتجربة صوتية تفاعلية خلال سيناريوهات الترفيه المتنوعة التي يقدمها الهاتف. ثالثاً العتاد. زودت نوبيا هاتفها بأحدث وأقوى معالجات شركة كوالكوم وأسناب دراجون 8 جن 2 8 نوا بدقة بناء 4 نانومتر مع معالج رسوميات أدرينو 740 إلى جانب شريحة ريد كور 2 المصممة خصيصاً من قبل شركة نوبيا للتكامل مع معالج الهاتف لتحسين تجربة الألعاب خصيصاً. يتوفر الهاتف في نسختين للذاكرات الداخلية والرامات، النسخة الأولى 12 جيجا بايت رامات من نوع LPDDR5X مع 256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية من نوع UFS 4 شديدة السرعة، النسخة الثانية 16 جيجا بايت رامات من نوع LPDDR5X مع 512 جيجا بايت ذاكرة داخلية من نوع UFS 4 شديدة السرعة. كل هذا إلى جانب النظام الفريد ICE11 الذي يتكون من مروحة التبريد التي يبلغ سرعة دورانها 20,000 لفة في الدقيقة، إلى جانب ألواح الجرافين وغرفة البخار Vapor Chamber ثلاثية الأبعاد والجيل العازل للحرارة. كما تم إضافة طبقة أخرى من الجرافين أسفل الشاشة مباشرة لتقليل وتشتيت حرارتها. كل هذه المكونات ساعدت الهاتف بلا شك على البقاء في النطاق الحراري المطلوب منه دون أي مشاكل، حتى مع ظروف التشغيل الشاقة وخصوصا مع الألعاب الضخمة مثل أبيكس ليجندز وكول أوف ديوتي وببجي، حيث قمنا بتجربة كل هذه الألعاب على أعلى إعدادات ولم نشعر بأي لاج أو تهنيج أو تسقيط فريمات، ما جعل تجربة ممارسة الألعاب على هذا الهاتف فريدة. وقد حقق الهاتف على منصة أنتوتو 1,297,000
1750 نقطة، وعلى منصة جيك بنش للنواة الواحدة 1415، ولكل الأنوية 5245. رابعا، الواجهة ونظام التشغيل. يعمل هذا الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة تشغيل ريد ماجيك أو إس 6 المطورة والمعدلة خصيصا لهذا الهاتف، والتي تدعمه بالعديد والعديد من المزايا الخاصة بممارسة الألعاب مثل إكس جرافيتي بلاتفورم، والتي تتيح توصيل الهاتف مع أجهزة بلاي ستيشن 5 وريد ماجيك ستوديو بي سي وتي في، والتي تتيح عرض شاشة الهاتف على أجهزة التلفاز أو الكمبيوتر المكتبي بكل سلاسة، إلى جانب جيم سبيس المليء بالعديد من الإضافات لتحسين تجربة الجيمينج. خامساً، الاتصال. يدعم الهاتف تركيبة شريحتي اتصال من نوع نانو سيم مع دعمه لشبكات الجيل الخامس. أما من حيث عدد الاتصال، فنجد أن الواي فاي يأتي من الجيل السابع بترددات الـ A B G N A C، كما يدعم الواي فاي دايركت والواي فاي ديسبلاي والواي فاي تذرينج، والبلوتوث يأتي بإصدار 5.3 مع دعم الـ A 2 D P والLE، بالإضافة إلى دعمه لميزة الاتصال بالحقل القريب NFC. سادساً، الكاميرا. زودت نوبيا هاتفها بمنظومة تصوير مكونة من 4 كاميرات. الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.0، جاءت مخفية تحت شاشة الهاتف، قدمت لنا مجموعة من الصور الجيدة في مختلف ظروف الإضاءة، إلى جانب قدرتها على تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30.60 إطارا في الثانية. قدمت لنا جودة جيدة في أثناء استخدامها في البث المباشر للألعاب. من الخلف نجد 3 كاميرات، الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة 1.8 ومستشعر GN5 1/1.57 من شركة سامسونج. الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، والكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع وتستطيع التصوير بزاوية شديدة الاتساع تصل إلى 120 درجة. أما الكاميرا الأخيرة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، والكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو، بالإضافة لفلاش أحادي من نوع ليد فلاش. يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وأيضا 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية الواحدة. كما يدعم الهاتف التصوير بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية الواحدة مع دعم المثبت الإلكتروني الإي آي إس. كما يدعم التصوير بجودة الاتش دي بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية. كما يدعم التصوير الحركة البطيئة السلو موشن بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 إطارا في الثانية. كما يدعم التصوير بجودة الاتش دي بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 240 إطارا في الثانية. الكاميرات الخلفية قدمت لنا صورا جيدة بفضل المعالج القوي وخوارزميات معالجة الصور المتطورة، والتي مكنت الهاتف من التعامل بذكاء مع الظلال والتعريض الديناميكي. خامساً، البطارية. بطارية ريد ماجيك تأتي بسعة 6000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، يمكنه شحن كل البطارية في 43 دقيقة. سادساً، السعر. يبلغ سعر الهاتف للنسخة المط 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام 649 دولار أمريكي. أما النسخة الشفافة فتأتي ب 16 جيجا بايت رام مع 512 جيجا بايت للذاكرة الداخلية، وسعرها 799 دولار أمريكي. سابعاً، أعجبنا ولم يعجبنا. أولاً، أعجبنا تصميم ظهر الهاتف، سماعات ستيريو، معدن مخصص للطيران لتبريد الهاتف، أضواء RGB، شاشة 120 هرتز، المعالج وواجهة التشغيل، نظام التبريد ICE11، بطارية كبيرة تدعم قوة الشحن 65 واط، أداء الهاتف مع الألعاب الثقيلة. ثانياً، لم يعجبنا وزن ثقيل وحجم كبير. كنا ننتظر أن تدعم الشاشة معدل التحديث 165 هرتز لا كاميرا للعزل. كنا نتمنى أن تكون طبقة الحماية على الشاشة فيكتوس. أخيراً، رأي رقمي. الهاتف كما اعتدنا من شركة نوبيا يقدم تجربة فريدة ومميزة في عالم الهواتف المخصصة لممارسة الألعاب، ومع كل إصدار جديد من عائلة ريد ماجيك نجد أن نوبيا حقاً أضافت شيئاً مميزاً لهذه العائلة. فنجد أن الـ8 برو يقدم تركيبة عتادية متميزة للغاية مع تصميم مجنون يطلق العنان لمحبي الألعاب ويعطيهم إحساس القوة والمغامرة في كل مرة يستخدمون فيها الهاتف. الهاتف أيضا مناسب للألعاب اليومية، وتصميمه المميز يبرز هويته بشدة ويجعله محط الأنظار طوال الوقت.